فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني الدعاء، يعني الدعاء، هذا الصلاة اللي هي ذات الركوع والسجود، إنما المراد بالصلاة هنا الدعاء. وصلي عليهم، أي ادعو لهم. نعم.